بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم يا رب. عايزين نعمل النهارده حاجه كده حلوه، زي شبه خليجيه كده، اللي هو مضغوط الرز بالفراخ، وهستخدم فيه كمان الرز الابيض اللي بتخافوا منه. يعني دايما تجيبوا رز بسمتي، الرز ده عنبري ليه طعم حلو قوي مميز، وفي كذا نوع رز بس ما اقدرش اقول البراند بتاعهم على الهوا. هنعمل البرك، بس هنعمل البرك بالجلاش. البرك التركي بنعمله بالعجين، وعملته لكم مره بالعجين، وممكن بنعمله مره تانيه بالعجين، ولكن هنعمله بالجلاش. بعد كده عندي نوع كنافه حلو قوي برضو من ضمن اصناف الكنافات، تمام، حلو قوي. فهنبدا دلوقتي مع بعض كده نعمل الرز واحده واحده مع بعض، ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه، وننزل مقاديره كده استاذتنا الغاليه وعلى مهلنا خالص. يلا بينا يلا بينا. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ ادي الرز اهوت، وانا بنصحكم لما تجيبوا الرز ده بيبقى معلب، ما تغسلوهوش، يعني اغسله ونصفيه بسرعه، بس ما تخافوش من حاجه. وادي اللوز، وادي الزبيب للتقديم، وادي الفرخه بتاعتنا اهيت، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. نص كيلو رز بسمتي، اي نوع ممكن، رز مصري، بس الرز البسمتي بيتحمل شويه. فرخة نصين، ليمون يابس اتنين هلاقيه عند العطار، عود قرفة اتنين حبهان، اتنين بصل مفري، كوباية عصير طماطم، معلقة صغيرة كركم، تلات معالق كبيرة من المية. حلو جدا. وبعدين بالراحة، ده المفروض الكلام ده بنعمله في حالة ضغط. المفروض الكلام ده احنا بنعمله 90% مننا ما عندهمش حالة ضغط. عشان كده بنعمله في حلة عادية، والله المستعان، هو من غير حل، يعني بحل. نرجع استاذتنا الغالية بحلة الضغط او من غير حلة الضغط بيستوي. وبعدين يا شيف، ادي عود القرفة، وادي اتنين هيل. ولما نجيب هيل يا جماعة، شايفين اللون الاخضر ده؟ بقول لكم والله بقاله عندي بتاع 3 سنين في الفريزر، يحتفظ بالزيوت اللي فيه. وادي الليمون اليابس اهوت. هنا هنزل بالبصل اول حاجه، وابتدي ان انا احوره بالشكل ده. شيف محمود، مش انت بتنزل بايه؟ انا عايز الزيوت اللي هنا تطلع مع البصل. مش انت يا شيف محمود بتنزل الاول بالفرخه تحمرها، وبعدين بعد كده بتنزل في نفس الدهون بتحمر؟ ما تفرشي ومفيش اي مشاكل، بس بتحتاج نار عاليه قوي، هضيع فيها وقت كبير قوي، لكن الامور كلها هتطلع في الاخر زي بعضها. طيب وبعدين ابتديت ان انا احط التوابل بتاعتي. دلوقتي هنبتدي نقطع الفرخه دي نصين، وانزل بالنص اللي هو بيبقى عليه ايه؟ اللي هو بيبقى عليه الدهون. ما انزلش ليه؟ لان هو هيتحمر بسرعه. بقطم كده من الظهر، واهو فرخه دعكت بملح وعصير ليمون. ناخد الجزئيه ديت، يبقى كده تمام. تاكد بملح، عصير ليمون، والبصله لازم تتحور تصفر عندي شويه كده عشان تدي طعم، شويه ملح، الريحه اختلفت عندي، شويه فلفل اسمر بالشكل ده. نفس القصه للتوابل، بالذات لما بتبقى اصليه، الليمون وبالذات عينه في التلاجه عندي او في الفريزر، قطعه القرفه ما نفرطش فيها قوي، وبالشكل ده. ونبدا ننزل هنا كده بالجزئيه اللي فيها الدهون، فبتدي الليمون بالذات اليابس، مش اي عطار تجيبه منه ليمون يابس، مش اي عطار نجيب منه ليمون يابس. الليمون اليابس لما بيكون جاي من السعوديه، لان هم اهل الموضوع دوت، فبيبقى ليه تيست وليه ريحة كده غير عادية. أنا مش هنزل بالزبدة خالص دلوقتي، إلا في الآخر خالص. وبعدين هنبتدي نحور الكلام ده واحدة واحدة كده، لأن الكلام ده، لأن الفراخ دي المفروض أنا لو عندي حل الضغط، فيا دوبك الفراخ بتاخد لها 10 دقايق تغلي كده معايا مع صوص الطماطم. خلاص البصل، خلاص أنا قلت أكسب وقت بس معاكم كده شوية.
وادي لون الزعفران او كركم او كاري. انا يعني برفض احط على الكبسه كركم او كاري. كركم او كاري دخلنا في الطبق الهندي شويه. الساده في دول الخليج بيحطوا كركم، بس لا اعتقد ان هم بيحطوا كاري، لان هنا انا غيرت الوصفه تماما والطعم اختلف. انا عندي توابل كزبره ناشفه، سنه كمون، ملح، فلفل اسود، وببتدي اتعامل معاهم. وبعدين هنبتدي نجيب الشوكه كده ونقلب الجزئيه اللي فوق عشان ابتدي اقفل مسامات الفراخ كلها. هنبدا نيجي كده وكده، كله بياخد معه. كل ما البصله كانت ملونه كده كل ما ادي طعم مميز، سواء عصير طماطم متصفي او سواء صلصه بالشكل ده. الصلصه تكون نوع جيد بس كده عندنا. ونبتدي ننزل بالميه بتاعتنا المغليه على طول عشان نكسب وقت بالشكل ده. مش عايز ازود عشان الرز ده ما بيحبش عقلتين صباع. الرز الذهبي بيحب عقلتين صباع، او ان انا عفوا بيحب عقلتين صباع، علو عقلتين صباع عشان يجيب نتيجة مميزة او نتيجة كويسة ويستوي، او ان انا انقعه ساعة ساعتين كده في مية عادية خالص من حنفية عادي، مية جارية خالص خالص خالص، وابتدي ان انا اسويه هنا. ممكن اديله عقلة صباع، لكن الرز الابيض انا عايزه زي الرز المصري بالظبط، يا دوبك اتشرب وهدى عليه النار. ست ام مهند اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. الله يخليك يا سيف، السلام عليك، ازي حضرتك؟ عليكم السلام يا ست الكل، اهلا بسعادتك. ربنا يخليك يا سيف. بدانا حاجات رمضان خلاص يا شيف؟ والله عايز اقول لك يا ست الكل تقريبا كده كل شغلنا دخل في بعضه. خلاص ماشي، هنحوش بقى الحاجات دي كلها. ده انا تحت امرك، هي وصفاتنا كلها انا طبعا اللي بتطلبوه انا بنفذه. ربنا هي وصفاتنا كده كلها بحاول انها تكون سواء تلبيه رغباتكم او ان انا اعمل حاجات قريبه لقلوبكم والرمضان وتكون موفره شويه. ربنا يخليك يا شيف، كلك واجب والله، وكلك يعني ذوق حياه ربنا. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك، بس برضه يا شيف انت ما لبتليش طلبي في الكيكه الشطرنج. عينيا، لا في دماغي، في دماغي يا ست ام مهند. طب خلاص ماشي يا شيف، استناها يعني قريب؟ تحت امرك. ربنا يخليك. شكرا. الله يكرمك. يا الله يكرمك يا رب، تسلمي لي، شكر جدا يا ست موانا. هروح نبص على الرز كده بصه واحده واحده مع بعض. ابتدى الرز القعده، طالما عملت القعده صح ما خافش من اي حاجه. القعده اللي هي قعده الرز، اللي هي قعده الرز. طب شيف محمود الفراخ كده ما استويتش، انا عارف، بس زي ما اتفقنا طبعا المفروض مضغوط الرز بالفراخ، ان انا في حالة الضغط ببتدي انزل بالرز بعد حدود 10 دقايق هنا واقفل، او لحمة رزبيف متقطعة، انا حالة الضغط هتطلع لي الدنيا دي زي الفل. ولكن زي ما قلنا قبل كده انا مش عايز انزل بالرز هنا دلوقتي او امكانياتي لا تسمح، فانا ببتدي ان انا ارفع الكلام ده زي ما اتفقنا وست البيت المستعجلة وندخل الكلام ده الفرن، ويكون مدهونة كده من الصوص بتاعنا ده اللي هو صوص الطماطم مع حتة زبدة مع شوية زيت كده، يلمعوها وكمل سواها في الفرن وتاخد لون حلو جدا مميز، عشان كده ما حمرتهاش. والصوص ده اللي نزل من الفراخ ابتدي اسوي فيه الرز بقى كده حلين. انا كنت هجيب حلة الضغط والله معايا، ولكن انا ما بحبش ان انا الوصفة زي ما بقول لحضراتكم قبل كده لما اجي اعملها لا مني ان انا يكون فيها نوع من انواع التباهي ان انا بتباهى بشغلي، بص عامل ازاي وبتاع والحاجة عاملة ازاي. دي نمرة واحد. هننزل الاول بجزء صغير جدا من لون الزعفران اهو بالشكل ده، وهنبتدي ننزل بالرز ابيض ما غسلتوش، هو معلب ومكيس، مش مكيس ده، معلب بكذا حاجة، يعني
علبة والعلبة عليها كفر ومحفوظة، عايز اغسله وعرف. بس ليه انت ما غسلتوش؟ طب يا شيف محمود، الرز ده عشان ينجح، الرز الابيض العنبري ده لو جاي وريحته حلوة وفرش ومكيس انزلوا على طول، ما تخافوش من حاجة. فبالتالي هنا بتقدروا تحافظوا، بصوا كده لونه الزعفران، وانا بمسح وقعت مني نقطة في على البوتاجاز، شايفين اللون عامل ازاي؟ او لون مانجو ما نكترش. جت كده استاذتنا الغالية اهو، هقرب لك خليكي. بصوا معلش عشان تبقوا عارفين كل حاجة، تبقوا فاهمين كل حاجة. الموضوع مش موضوع، وادي كده شايفين يا دوبك يا دوبك المية مغطية الرز. كل شوية كده بالراحة بالراحة على الرز ده نبدأ نشوفه عشان ملزقش من الأرضية، وأهم حاجة بيستوي بالبخار. عارفين لما تيجي تعملوا رز أبيض بتعملوه تسلوزة المكرونة، يا دوبك 10 دقايق تصفوه وتقوموا حاطين معلقة زبدة في الحلة، معلقة زيت عشان تلمعه، وتقوموا حاطين الرز بعد ما صفطوه خالص ونار هادية. هو الرز بيبقى فيه ميه فبيستوي، الحبايه بتطول يبقى زي الفل، ودي افضل طريقه ان هو ما يعجنش منكم. هنا الزبيب واللوز للغرف، وشفت الدنيا بسيطه زي ما فيهاش حاجه، لغايه ما ده بيستوي دي بتستوي. تمام تمام. الشغل اللي هو فراخ لحوم حمام سمك اي نوع شغل، بعون الله على مدى خبرتي في الميديا او بره الميديا سنين طويله، اقدر ان انا اشغله هنا سواء على الهواء او بره او اي حاجه، والا ما مسكتش يعني الحمد لله الواحد مسكت شغل امراء والشيوخ وبتاع، كانت الدنيا يعني ايه دايما مميز مميز في شغلي الحمد لله، دي بشهادتكم انتوا. فبرضو عشان تبقوا عارفين ساعات اتاخر صنف ليه، ما يطلع واحد كده جميل، هو واحد والله على الفيس، بس الرسالة اللي ممكن تضايقني بتضايق منها، فبيقول لي ايه انت على طول تعمل معجنات في البرنامج، انت خربت برنامج اكلة شهية، سيب الشغل ده للشباب بقى. انا عملت له بلوك طبعا عشان ما اردش عليه، طبعا مش عايز اقول له ظروفي ايه في اني بشتغل في الفرن بس وليه، دي نمرة واحد. وهو لا يعنيني في شيء ولكن يا استاذ ويا بيه انا واخد كذا لقب هنا في مصر وانا لا اعترف بيهم، انا مش بتاع القاب ولا الكلام ده كله، لكن من اول مصنعات اللحوم، وانا مش هتكلم عن نفسي، الفيسبوك واليوتيوب يشهد، خش كده على اليوتيوب هتلاقي فيه 400 صورة نزلتهم مصنعات لحوم وشغل، لما بعملوش على الهوا كله يقول ده جابه جاهز. هو يعني انا لا اصدق انه من بني غازي، لان اهل ليبيا دول حبايبي وعزاز وكرام وكلهم خلق عالي، لكن قبل ما تتكلم وتجري جري كده او تقول اي معلومة الله اعلم انت غرضك فيها ايه، اعرف كويس او انت بتتكلم مع مين. شيف محمود حد طيب وكويس جدا، لكن في الشغل ما بعرفش ابويا رحمة الله عليه. اخد فاصل دلوقتي، نرجع بعد الفاصل نشوف هنكمل ونعمل ايه. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا المضغوط وقلنا كان كله هيستوي مع بعضه، حلة الضغط ما تخافوش منها ابدا، وبنشغل الزرار بتاع الهواء اللي فيها يبقى شغال على طول، بتاخد معايا في حدود تلت ساعة كده كله بيستوي. هنا انا هديت على الرز، ولما اجي اقلب يا جماعة الرز البسمتي بالذات بالذات الابيض، الابيض غير المذهب، المذهب بيطول وقاسي، شايفين باجي من على الاطراف هنا كده عشان الرزاية تفضل سليمة. الله ريحة روعة. عارفين لو الريحة مش قد كده، شايفين النار الهادية، نار هادية، اورولك تاني، حاضر اهو كده هو اتشرب، انا الملزم هنا خلاص الارضية مفيش حاجة لازقة، ابتدي اعمل كده. انما اجي اقلب او اجي اهدي النار وهو عامل لي طبقة تحت، الرز عبارة عن انه هيبقى زي العجين من تحت مع الميه، فهو عمل لي طبق مفيش بخار طالع، انا محتاج البخار يخش في المسامات يبخر لي الميه ويطول لي الرز لانه بيستوي على البخار. انتوا ممكن تسلقوا الرز 5 دقايق وتحطوه في مصفى وعلى النار من فوق زي كسكسي. شفتوا في كذا نوع طريقه للرز، في المندي، في المصبي، في
البخاري في البرياني بتسوب العجين، بيستوب العجين. عالم الخليجي ده عالم الله اكبر ما شاء الله، اكلهم زي الفل يعني. وبعدين الفراخ ابتدت تاخد عندي وش، عشان كده ما حمرتهاش، شكشكت في الفاصل، فديتها شويه ميه في الارضيه. طب يا شيف محمود هي كده هتستوي ولا تبقى نيه؟ هتستوي. طب انا عايزها مهريه يا شيف محمود شويه، عايزها مهريه شويه، خلوها لي هنا تاخد وش كويس قوي، نبقى نحطها على الرز تسوي مع البخار. انا ممكن هنا اغطيها بفويل فالبخار يسويها، او احطها تاخد من البخار بتاع الرز وتستوي وانسى الموضوع ده. خلص خلص في قد ايه؟ في 10 دقايق عملنا ايه؟ يا عم انت كنت محمر البصلايه، يا ست البصلايه مش تاخد في ايدك دقيقتين لو نزلتيها من غير ملح ولا زيت، من غير زيت عفوا ولا ماده دهنيه، ابتدت تصفي ميتها، خدت مني شويه ملح، الماده السكريه ابتدت تكرمل عندي، اديتها شويه ملح صفت كل الميه اللي فيها، اديت زيت في خلال دقيقه احمرت. الشغل الشغل او كل انسان في مهنته بيبقى في حته خبره، في حته خبره. طيب هنعمل دلوقتي البرك، هننزل المقادير مخرجتنا العظيمه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه واخرتها ايه. اخرتها كل خير ان شاء الله. مقاديرنا عباره عن ايه؟ واحده واحده وعلى مهلنا كده. البرك بيتعمل المفروض بالعجين. حلو جدا، ده كلام جميل، بيتعمل بالعجين يا شيف محمود، ده كلام جميل، ولكن احنا هنعمله النهارده بجلاش ولا حاجة. نزل لنا المقادير مخرجتنا الرائعة كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. كنا عندي نص كيلو جلاش، نص كيلو جلاش، بيضة، كوباية لبن، معلقة زبدة، عشان هدخل البيضة زي أبراي مع اللبن مع الزبدة. يكون عندي شوية سمسم ده لو حبيت، لحمة مفرومة وبقدونس، ونص كيلو جلاش. نازلين المقادير مخرجتنا العظيمة، المقادير معانا هي، تصوروها هيبقى طبق حلو في رمضان وجميل وهتعجبوا بيه جدا، لأنه من الحاجات اللي فعلا بتكون مميزة، الحاجات فعلا اللي بتكون مميزة. والسلام عليه بقى لو بالسمنة البلدي أو كده، مفيش بعد كده. شفنا واحدة واحدة كده وعلى مهلنا ونشوف الدنيا فيها ايه. بالراحة، نص كيلو جلاش، كوباية سمنة أو زبدة، ما عنديش زبدة، نحط زيت، ربع كيلو مفروم معصج، كوباية من اللبن عشان تطري لي الكلام ده، ده مش بقلاوة، ويكون عندي بيضة، معلقة كبيرة من الزبدة. الحشو بتاعنا بقى عبارة عن ايه؟ لحمة مفروم معصج، عليه بقدونس، عليه شوية نعناع، سادة، فراخ، جمبري. الحشوة دي عموما بتاعتكم انتوا، وسمسم للوجه، وخلصت القصة بتاعتنا يا شفنا. يلا بينا نرجع أستاذتنا الغالية العظيمة. قبل ما نندمج مع البرك دوت، عايزين يا سلام على اللون، ولا دهنتها طماطم ولا اي حاجة، بيدونها كركم في السعودية. ما خلصتش ما خلصتش ما خلصتش ما خلصتش يا استاذة سارة. بصوا كده على الفراخ قبل ما انزلها بقى البخار اللي هيسويها. الو، ازاي معليكي يا ست الكل؟ ازيك يا سيد محمود، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلم ايدك على اللي انت بتعمله، حاجاتك كلها جميلة وحياة ربنا احنا بنستفيد منك وبنتعلم منك حاجات الله كتير. الله يكرمك يا ست الكل، تسلمي لي، ربنا ما يحرمني بس من ايه ذوقك. الحلاوة اللي انت بتعملها دي؟ اللهم صل على النبي يعني. عليه الصلاة والسلام. أمريني بأي سؤال يا ست الكل، تحت أمر. عايز أسألك عن طريقة البسبوسة يا سيف. البسبوسة ده احنا عملناها الأسبوع اللي فات تقريبا، ولا ما والله ما عملناهاش؟ شفتهاش. ولا يهمك يا ستي، نعيدها لك، نعملها تاني ونشتغل في ربنا الفرن. يخليك يا سيد مين محمود، يا رب الشغل في ربنا الأول؟ انت يخليك. بتحسبي ايه؟ وعايز اسال عن الفطير الطري كمان بعد اذنك. فطير الايه؟ القرص الطريه. عناي اوامر. ربنا يخليك يا سيدي، يا رب تحت ربنا امر. يخليك يا رب اوامر. ربنا يخليك. انا اتشرفت في مقابلتك بكلام حضرتك معاك والله بجد يا سيدي، شكرا. الله يكرمك الله يكرمك الست الكل، انا تحت امرك. اوامر يا ست الكل. ادي كده الجلاش اهو، السمنه ابتدت تسيح عندي بقى، بسرعه كده نشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه.
تعال اول نعمل القبراي لغايه ما السمنه تسيح عندي. اي بوله كده، ادي البيضه وادي اللبن بالشكل، وبعدين شويه ملح وفلفل اسمر، اما لو كان حلو هندي فانيليا. الفرخه هنا شغاله عندي على البخار، عايزين نتاكد من الكلام ده للمضغوط، وهنبدا نقلب الكلام ده، وهسيح الزبده دلوقتي بتاعتنا. ده كده قبراي للموضوع بتاعنا. قبراي يعني صوص بس بيه. حلو جدا كده. هنا شايفتوا البخار؟ لازم اكتم بسرعه لما الكاميرا تيجي معايا هوري لكم. بخار ده مهم، ممكن اسيب الرز ده نص ساعه ولا يهمه، لان انا ما عنديش حاله ضغط. نرجع نشوف تاني كده، اهو البخار شغال ما تخافوش. ده يسوي خروف، يسوي لي خروف. وبعدين يا شيفنا، وبعدين وبعدين يا شيف محمود، وبعدين ساحة السمنة. يا سلام. يبقى احنا فهمنا كده حاجة مهمة جدا، اللي هي مش موضوع ان انا بعمل الحاجة كده ويلا وخلصت. احنا لازم نبقى عارفين ده ليه وعشان ايه. سمنة، ولما ادهن سمنه ما اقعدش احلف عليها 100 يمين انها لوحه فنيه. هي السمنه بتسيح بتتوزع زي فطير الفطاطري او فطير الفلاحي. هي رشه سمنه كده وهي بعد كده بتجري بتملى الكيان كله. وادي كده ايه ده، ورقه الجلاش دي مقطعه ومهربده يا عم، ولا يهمك يا عم. يلا وادي كده، بصوا انا بشتغل ازاي، خدوا بالكم ده هيقابلكم. خلوا لي بس اللي تحت هي اللي سليمه، هطول القطاعات فوق ما تخافوش من اي حاجه. وبعدين ايش، لحمه مفرومه مش كتير، انا عايز احس بطعم العجين، انا عايز احس بطعم العجين. وبعدين شفنا لازم ايديا تنضف من البقدونس تمام كده. الكلام ده ممكن يتعمل بايه؟ بالعجين. برافو عليكم استاذتنا. طيب هبدا اجيب الصينيه قبل ما اطلع الفاصل اهو، عشان بس اما اشيل الاطراف، الاطراف اللي مش محشيه اهي. واو، ادي اول واحده اهي. هطلع الفاصل بتاعنا دلوقتي، ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله اكون عملت كام واحده كده، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. عملنا الرئات اهيت عندنا، هنبدا لازم ده يتربط كده، خش الفريزر وما تعملش معاه الا لما يفك، طلعه ويفك الاول. وبعدين حطيناه في الفريزر، دنيتنا تمام. لازم نبص نشوف البخار شغال ولا نشف، اهو ده ليه كونتو ده. وبعدين هنبدا نيجي هنا، هنا انا حطيت اللبن والبيضه، وادي معلقه الزبده اهيت. وبعدين يا شفنا ده كده فل قوي. هنبدا نقطع الكلام ده كده، كده سكينه. قلت لحضراتكم هاتوا السكينه من ديت، هتنفعكم في تقطيع الجلاش، الفاكهه للطرط. ونرجع نيجي هنا للجزء ده كده، يلا يا سيدي انزل يلا. وبعدين خلونا الكلام ده كده شوية يشرب، خلونا الكلام ده شوية كده يشرب. ليه؟ لو دخلته الفرن دلوقتي هيبدأ البيض واللبن يقفشوا مع بعض ويديني كده حاجة زي المهلبية، وأنا مش عايز كده. تمام تمام. تعال نبص على الرزايه كده استوت. يا سلام تمام. تعال لي هات لي الكلام ده كده يا راخر، خلصنا منه. وهات لي دي هنا كده. وبعدين انا ما نزلتش بالسمسم وحبه البركه او السمسم، كان هيعوم. يا سلام الاخراج رائع، جايب لكم الدنيا وهي بتشرب. هنا
هنبدأ ندي كده، ادي السمسم. طب مش عايز، ما بحبوش، بلاش. ما بحبش اليانسون، بلاش. على القرص، الشمر. حلو جدا الكلام ده. وبعدين فرن يكون شغال عندي درجه حراره 180، المفروض ان انا اسيب الكلام ده كمان ربع ساعه 10 دقائق كده، هلاقيه شرب ونفش، هلاقيه شرب عندي ونفش. بس انا هبتدي ادخله، شايفين لسه في صوص، انا مش عايز الصوص ده، ده انا مش عايزه. انا ده اسيبه ربع ساعه، ولا تخافوا من حاجه ابدا، في عندي عازل النشا، في عندي عازل النشا. وبعدين يا شفنا اكشف لي كده على الرز يتهوى شويه، هات لي طبق كده، طلع لي في الفراخ. انا بضيع وقت شويه، شايفين منظر الفراخ عامله زي بتاعت الشوايه، زي المحلات الكبيره اللي اسمها مش عارف حضر ايه وما حضرش ايه. تعال ندخل ده هنا كده، يبقى عملنا صنف معجنات، عملنا من كورز، عملنا الرز. وبعدين يا شيفنا هنبدا نجيب كده المقصوصه، ما اغرفش الرز بالمعلقه ولا اغرف الرز بالكبشه، ولا بالكبشه المقصوصه اللي طالعه دي بتاعت الطعميه دي اللي عملت لي عقده نفسيه. نهذب الطبق عشان لو في ميه ولا حاجه، ونبدا هنرفعت كده، نبدا نرفع. بصوا الرزايه بقى عامله ازاي. الاول بنعمل كده، ناخد من تحت بالراحه، لو افترضنا وان في لسعه في الرز اتلاشاها. وادي الرزايه، رز ابيض، شايفين عامل ازاي؟ ها شايفين الرزايه دي خبره، خدوا بالكم، خبره رز ابيض ويتعمل كبسه. لازم كل اللي بيعمله بيعمله بالرز الذهبي عشان ما بيعجنش، الرز ده يطلع مهلبيه. الاخ اللي بيقول لي بتاع معجنات واني خربت البرنامج، حبيبي معلش، انت لو عصرتني نزل خبره. استاذه هدى اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازاي إيه؟ معاليك يا ست الكل، الله يكرمك. الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ سعادتك بخير، انا بخير. منوره على الحاجات اللي بتعملها، الله يسترك. الله يكرمك يا رب، يديك الصحه الحاجات الحلوه بتعملها. بص انا عايزه من حضرتك طلب. اوامر. امر الله واحد. بص انا عايزه الجلاش بالمكسرات. عناي تقريبا عملناه، بس اعملوا لك تاني ولا يهم. مش جايز، انا ما كنتش موجوده. ولا يهم. ماشي، مش كده قوي يا محمود، ربنا يصلح حالك كده. كل سنه وانت طيب. شايفين الله يكرمك الست كل، شايفين اللسعه اللي في الحله دي؟ دي بفلوس. شايفين اللسعه دي؟ مش لسعه يعني ايه؟ لسعه بفلوس. احلى طعم، يقول لك هات الحكاكه. يا سلام. وهاتي كده. هو المفروض كده يعني مش عايزين زحمه، ولكن يلا خلي الولاد ياكلوا وينبسطوا. شويه زبيب كده. شايفين لون الرزايه؟ عايز اقول لكم ليه ما بنفرطش في الشيء. وهات شويه اللوز كده. يا سلام يا شيفنا، مفيش بعد. اكسر بقى بلونه اخضر، اكسر باي، ان شاء الله تكسر الا وراه، ولا يهمكم من حاجه ولا بيجيب معايا. وبعدين اتاكد ان النار بتاعتي انا يعني كويسه، لان المفروض 180، بس انا رافع شويه عشان اكسب وقت. حلو قوي. وعملنا مضغوط الرز بالفراخ، حاجات مع طعم الفراخ المميزه المميزه. عايزين نعمل اي رز خليجي، نعمل رز خليجي. عايز اقول لكم على حاجه، قسما بالله، قسما بالله، قسما بالله، كمان مره انا تعرض عليا اعمل كورسات خليجي واعمل. طب اقول له اللي قدامي، طب اعمله لك ليه؟ ما تخش على اليوتيوب ولا تخش هنا ولا في اي قناه اشتغلت فيها، هتلاقي شغل خليجي قد كده. برفض المكسب، شفتوش واحد عبيط زيي؟ يلا بينا دلوقتي نشوف الكنافه دي غريبه شويه. يا سلام يا سلام، يلا بينا. الكنافه دي تعمل، عايزكم تبصوا عليها بصه كده اهي. طيب المقادير بتاعتنا عباره عن نص كيلو كنافه مكسرات، 2 بيض مخفوقين، ممكن ما احطش فيها مكسرات، زيت للتحمير، سيرب. طب يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا. وادي البيضه المخفوقه، سنه فانيليا،
وهات لي الكلام ده هنا مالناش دعوه بيه. كنافه ايه؟ عايزكم تبصوا عليها. ها بصوا المنظر كده، شايفين عامله ازاي؟ تمام يا شفنا، شفناها شفناها عامله ازاي. ريت تخش في الموضوع بقى. حاضر. سيدنا محمد رسول الله، السلام عليه افضل الصلاه والسلام يا. وبعدين امرها سهل جدا، بناخد البيضه ونخفقها مع شويه فانيليا وسنه ميه. ده بعد ما بلفها. هنوصل بس المرحله مرحله عشان ايه ما اديش لبن، ليه؟ اللبن هيلونها. ادي البيض مع الميه، وبعدين يا شفنا وبعدين كنافه ايه لفيناها؟ كنافه لفيناها، لفتها ازاي كده؟ وادي كده اعصر اللبن يلونها بسرعه، وده يعمل لي عازل انها تشرب ايه؟ زيت. وفي الفرن انا ممكن ادي كميه زيت جامده او سمنه، كميه زيت جامده او سمنه، وبعد كده بتتصفى. مفيش حاجه اسمها الكنافه ادي معلقتين سمنه. البقلاوه بتاخد كميه كبيره. اهم حاجه الفانيليا. حلو جدا الكلام ده، ممكن اعمل الكلام ده كله يبقى جاهز على النزول مره واحده. السيرب بتاعنا السيرب التقيل يا جماعة الخير، اللي هو كوباية كيلو سكر، نص كيلو مية، في الآخر خالص بحط رشة ملح ليمون. حلو الكلام ده كده. وبعدين السيرب اهو، بصوا عامل كمية كبيرة ازاي. عامل كمية كبيرة ليه بقى يا شفنا؟ هاتلي كده الماسك وهاتلي حاجة أرفع بيها. حلو جدا الكلام ده. ادي السيره بقى عندي، هات لي معلقه واوريها لكم بسرعه. بص عامل ازاي؟ عسل نحل. تخنت العسل النحل. وبعدين وبعدين يا شفنا وبعدين، احنا نزلنا المقادير واستاذتنا الغاليه صح؟ قرب لنا بقى الطبق ده كده، وخلينا جاهزين مع بعض نعرف عملنا ايه. بنجيب الكنافه، يا ريت تكون كنافه بورمه، ما كانتش بورمه ولا يهمكم من عملها، تشيلوا اهم حاجه. فين الكنافه يا شفنا؟ عفوا. حلوين جدا، حلوين جدا جدا يا اماني يا غاليه. عجبك الشاي اللي عملته لك الصبح يا اماني؟ ما حسبتكيش عليها، ما انا عشان الحالات اللي زي ديت. شايفين جايبه لكم كل كبيره وصغيره في الكنافه. يا سلام. بنبدا، ادي الكنافه عندي اهي كده، ارجعي يا ماني معايا كده. في البرمه او الطرح، ولو انا جبتها عادي اقدر اعملها برضو. ناخدها احنا كده ونيجي كده. استاذه كريمه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ربنا يعزك، عامل ايه محمود؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا ست الكل، تسلمي لي. وانت طيب، انت بتعمل لنا بقى كنافه قبل رمضان، اهو رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وبالصحه يا رب، تسلمي لنا. وعايزه اقول لك تسلم ايدك، الحلقات والمعجنات والحاجات الجميله اللي كانت في الكورسات، بجد تسلم ايدك. الله يكرمك ربنا. عايزه اقدم لك تحيه كده على العام علشان الناس كلها تعرف والله مدى امانتك. على العام وعلى الخاص برضو يا كريمه. على العام وعلى الخاص. وطبعا مصورين بجد، عاملين يعني طفره جميله جدا. الله يكرمك. بحييكم عليها، يعني انت ومستر محمد ربنا يبارك لكم. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. تسلمي. انا كنت عايزه عجينه البوريك يا شيخ محمود بقى بمقاديرك انت. طيب بصي، ربع كيلو دقيق، بيضه في حدود 110، انا عندي خليها نص كيلو دقيق، بيضه. تمام. خلاص 225 ميه، معلقتين كبار لبن بودره، نص معلقه صغيره من الملح. طيب هل ينفع الصعيد عن الميه باللبن؟
ممكن، ما انت هتدي لبن بودره يعني ده يبقى التست بتاعه اعلى واحلى علشان ما تشربش قوي، صح كده؟ اه، ما احنا قلنا اللبن هو عباره عن ايه يا كريمه؟ بصوا كده، اللبن عباره عن ميه ودسم. بنحب نعد ونستفيد منك يا شيخ محمود، ما انت استاذنا. الله يكرمك، انا تحت امرك ست الكل. ربنا يعزك يا رب وتسلم. الله يكرمك، انا تحت امرك. ها بصوا عليها كده، ايه الاخبار؟ قولوا لي. الكنافه اللي انا حطيتها نيه، الطلبه فين والتلاميذ؟ نيه اللي هي دي. تمام، نعمل كمان واحده. عايز احط بندق فستق، لو شايفين قطعه الكنافه باخدها، مش لازم بقى تقولوا لي برمه اهي، وابتدي اغذي الجزئيه اللي تكون معايا ناقصه. عارفين اللي بيركبوا شعر مثلا كده كده، واهو ها ايه الاخبار، اهو بنلف كده اقرص على الكلام ده، وابتدي زي مش زي ورق العنب، اهو بقرص بكل ما املك، واهو واهو. خلص الموضوع بتاعنا ولا مخلص؟ ها ايه الاخبار؟ فورا كيس ابتدي اعبي فيه كنافه عشان ما تنشفش. برافو عليكم. ونرجع تاني على الشغل بتاعنا، نشوف اخباره ايه. ورينا يا شيفنا ورينا، ها ايه الاخبار؟ ادي كنافه اهي، شايفين مش عايزه تحمر ازاي؟ وايه؟ عباره عن هوا، عباره عن هوا. يلا يا سيدي، وعشان خاطري نخليهم خمسه. يا سلام، مش عارف اشكرك ازاي على الحب والوفاء. ثلاث دقايق وعشان خاطر تقول لي بقوم دقيقتين، هادي المرجله ماشي. وبعدين واحده واحده كده لغايه ما تبتدي تطلع معايا. نفس القصه، بندي البيض وعليه الفانيليا. روح نبص على الفرن بصه، لو البرك استوى يبقى احنا مش محتاجين حتى الدقيقتين، نوفرهم لحلقه تانية. بس لازم اوري لكم اللي طلع ده ايه. تعالوا نبص على الفرن بصه كده، اترفع معايا وخد لون مميز جدا جدا، ارفعه فوق كده شويه ونطلعه بعد ما يطلع. حتى لو في نسبه دهون عاليه بصفيها، هوريكم دلوقتي. بصوا انا لا استحي من الشغل، انا لا استحي من الشغل. شايفين الكنافه؟ شايفين يعني انت لو اديت نسبه من الدهون في الفطير المشلتت، في الفطير المشلتت او في اي فطاير او في الجلاش البقلاوه او في الكنافه، اول ما تطلع مش تركنها لي كده وتروح تدور لي على طبق وهبتدي اصفي، لا على طول، لان العجين اللي طلع او الفطير المشلتت او جلاش او كنافه هيشربها بسرعه اول ما يطلع بره، هو ناطرها في الفرن. اول ما يطلع وسته دقيقه، هاتي لي يا بنت طبق وهاتي لي قماشه هتحرق، كون شربتها. شكرا. وصلت المعلومه؟ وصلت المعلومه يا شيف، خلاص بطل بجاحه. حاضر، هنبدا دلوقتي عشان اكسب وقت. ادي الكنافه، خلي لي دي هنا عشان اوري لكم النشوفيه بتاعتها، وادي كده شايفين الزيت لازم اعمل، ما تخافوش مش شاربه زيت. وهنبدا على طول. شفتوا بقى الفرق بقى؟ لقمه القاضي بلح الشمس وابع زينب، مختص سيرب، مختص ايه؟ سيرب، مختص. مش هقوم حاطط اقعد بغمس الكنافه او بلح الشام بشويه سيرب في الارضيه واقول ما شربش ليه؟ بصوا بقى اسمعوا كده، دي ما شرب، ما اديتهاش في السيرب. نيجي نبص عليها كده، ها ما نزلتش في السيرب، خدوا بالكم. ها الدنيا ايه؟ اهي حلو، حلو جدا الكلام ده. يلا يا شيفنا طلع لي دول كده، والحق طلع لي البرك بسرعه عشان مش محتاجين اي حد ان شاء الله يقول لنا خلص.
احنا باذن الله هنخلص. وادي كنافه اهي، كنافه بشكل جديد، طريقه جديده، يا رب ان شاء الله تجي. عايز احشيها مهلبيه، عايز احشيها كريم باتر، يعني محشيش قشطه. برافو عليكم. ليه؟ الله ينور. شويه فستق، ومن غير الفستق هتتاكل والله العظيم ثلاثه. وادي مخرجتنا الغاليه هتجيبها لكم تاني دلوقتي. ها ايه الاخبار؟ قولوا لي انتوا بقى. اهي حاجه تاني. حلو جدا كده. في المرحله اللي جايه دي لازم تبقوا معايا على الخط. يلا البركه استوى تماما. عمال ناطر سمنته اهي. بصوا انا مايل ازاي. لو قعدت دقيقه واحده، بصوا هنا عليا. ها انزل مولع طبعا على ايدي. حضرتك تمسكي فوطين وما يكونوش مبلولين. لو مبلولين مشكله، الميه بتسخن من السخونيه وتدي بخار في ايد حضرتك. وادي اهو ارفعه كده. ها وادي نسبه الدهون اهي. تمام. يبرد شويه بقى كده وقطعه منه وكله بألف هنا. عملنا البركه النهارده بصوره جديده خالص من غير ما تعجنه، عشان ما نعجنش، عشان اللي بيدام العجن لا تقول عجن. طب انا هقعد شهر ما عجنش، شوف هتعملوا ايه. وادي عملنا المضغوط، وادي الكنافه بصوره جديده. انا بصوا يعني انتوا مهما اقول لكم انتوا ايه بالنسبه لي، لا يعلم الا الله. اديني على قدر احساسي بيكوا انتوا ايه عندي. طبعا في ناس دلوقتي بتقول هيديك كل شر يا شيف محمود. لا والله كل خير ان شاء الله. القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.